منذ فجر التاريخ والبشرية تتساءل من نحن ولماذا نحن هنا؟ تعود الأسطورة التي تعود إلى أكثر من مئات آلاف السنوات بوضع نقوش على رسومها توضح شجرة رسم الحمض النووي الDNA والذي تم اكتشافه فقط اليوم من أكثر من 70 سنة فقط في الأبحاث العلمية. كيف تمكنوا هؤلاء الذين يسمون في الأسطورة باسم الأنوناكي بتغيير الحمض النووي والتغييرات الجينية لما يسمى بالهومو سابينس؟ هل ما يحدث حقيقة أم غير حقيقة؟ اختلف الفلاسفة وأصحاب الفكر لكي يلمسوا ويمسكوا بين أيديهم أقلام الريش ويغمسوها في الأحبار متسائلين عن هذا الموضوع. علماء وفلاسفة يتساءلوا، هل تم قدوم كائنات ما من مكان بعيد والقيام بهذا الفعل؟ هل تم وضعهم في مثل هذا الشكل الذي يشبه رحم المرأة والتلاعب بهم جينيا؟ تساءل الكثيرون والكثيرون إلى يومنا هذا من علماء الآثار والفلاسفة. قد اكتشفت أيضا الحكمة القديمة ما يسمى بالطاقة الأزلية التي لدى الإنسان، والذي يخبرنا بها الفيزياء الحديثة أنها لا يمكن تدميرها ولا يمكن خلقها. ما هي هذه الطاقة التي اكتشفت منذ مئات آلاف السنوات؟ كيف تمكن هؤلاء من الغوص فيما غاص به العلم الحديث اليوم؟ قبل أن نبدأ دعونا نعود إلى الفيزياء الحديثة ونرى الطاقة، الصوت، الدبدبات والترددات. ليس ما يتم الإشارة إليه اليوم، كل شيء في الأرض بما في ذلك أنت، الميكروفون، كل شيء تراه عيناك في حالة حركة وتذبذب تام بكل جسم. إن وضعت التلسكوب المناسب لرؤية الأعماق لرأيت الذرات بداخله تهتز وفي حالة اهتزاز تام في كل جسم. ما السر في ذلك؟ ما هذا الذي يحدث حتى في الأصوات المسموعة؟ إن أمسكت الجيتار ووضعت به رنة لا أخرج تردده الخاص. أي صوت آخر ينطبق عليه نفس التجربة؟ حتى بالأجسام الساكنة إن كنت هادئا متأملا لا تحرك جسدك حركة، لا تزال تلك الذرات في حالة حركة تامة. لكل شيء تردد، ترددك وطاقتك تندمج وتتوافق مع الأجسام الأخرى سواء كانت بنظرك حية أم ميتة. ما تراه حيا وميت هو ما تراه عدسة عيناك وما يراه فكرك الذي يربط باسم المنطق. إن أردت أن تعبر معي أكثر ضع المنطق الذي تعرفه في أول قمامة واكمل معي هذا الفيديو. دعونا نعود إلى الفيزياء الحديثة ونرى كيف بدأ كل شيء. بيج بانك، الانفجار العظيم. حتى للانفجار رنة بانك، وهي الترجمة الخطأ التي ترجمت إلى العربية بانك، وهو ما يشبه تردد صوتي ناتج عن حدث أكشن حدث في ظرف ما. ومن هنا بدأت اللعبة.
هل فهمت الحضارات القديمة التي ضيعنا بها وصولنا وفهمها، فهمت الحقيقة ونحن في صبات عميق ضايعين؟ ننام كل ليل، نصيغد كل صباح، نقوم بنفس العمل الاجتماعي وننام ضائعين عن مفهوم من نحن. Who we are. قد تحدثوا كثيرا سابقا في الحضارات القديمة عن بعض القوى الخارقة والشعوذة والسحر والمسترة والطاقة والسيطرة. هل تودون بعض التشويق الآن لسماع ما كان غائبا عن أذان الكثيرون؟ السحر في الحضارات القديمة كان يرمز له بالتلاعب بالطاقة. الطاقة هي واحدة، ليست منفردة وليست متعددة، إيجابية سلبية حزن كره، لا، الطاقة واحدة. Your mind shapes your reality. عقلك يغير تلك الطاقة ويصنع واقعك الذي أنت فيه. كانوا آنذاك فهموا جيدا مفهوم الطاقة واستخدامها في الخير وفي الشر، وكلها تعود في دائرة الكارما التي سنتطرق إليها في مفهوم العقل الكوني والتواصل التام عن ما هو غائب عنا. الطاقة كانت تستخدم في السيطرة على الجسم العقلي الذي يقفز من مكان إلى مكان، سلبا كان أم إيجابا، وكلاهما يعتبر نوع من التلاعب في قوانين الحياة والتي بدورها تدور في دائرة الكارما. ما يتم إرساله يعود، ما ترسله يعود إليك بطريقة أو بأخرى. تبدأ اللعبة من عوالم النية، النية intention، وهو الذي مفقود لدى كثير من الأشخاص. اليوم يغدو الجميع عصبيا، يقومون بأفعال جميلة والنوايا تختلف عن الفعل، لهذا النتائج جدا مثيرة للشفقة. عدم كشف الأسرار والغوص في عالم الذات يجعلك آلة تتحرك بدون فهم من هي. اليوم الجميع في فعل متوحد قهري. عقلك ودماغك هو عبارة عن محطة إرسال واستقبال للذكاء الكوني الذي أنت فيه. عندما أقول الذكاء الكوني سميه ما شئت، مجرد لغات نسميه نحن ذكاء كوني، شخص يسميه الكون، شخص يسميه كذا، لغة أخرى تسميه كذا، سميه ما تشاء، هذا ما يتمكن لسانك من الترنيم به. لغة تفهمها، شكل ما يفهم عقلك يفهمه جيدا. أنت لست بمفردك، أنت بشكل تام تحت كنترول، وهذا الكنترول ينطبق على عقلك، عقلك الذي يجسد ماهيتك ويجسد حتى واقعك الذي ترى. أنت عبارة عن طاقة تترنم وتتحرك وفي حالة اهتزاز تام. قد يغيب ذلك عن عيناك، ولكن لا يغيب ذلك عن جسدك. لا تعرف كيف يهضم جهازك الهضمي ولم تطلب منه ذلك. لم تطلب من دماغك أن يقوم بالعمليات الكيميائية والتواصل مع الجهاز العصبي، يقوم بذلك من تلقاء نفسه. قلبك ينبض ولم تطلب منه ذلك. جسدك وصل إلى مرحلة لكي يصبح أذكى منك. من أنت الذي ضائع عن كل هذا؟ هل تقدر تلك الثروات التي لديك أم غائب عنها؟ ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك لا ينسى بتاتا. أنت كوعي لا تستطيع أن تتذكره، ولكنه موجود. كل ما تراه عيناك وتسمعه أذناك يتخزن في ذاكرة من اللانهائية. مهما عشت من سنوات، كل شيء بذاكرتك. حتى في فترة ولادتك للتو ولدت، ليس لأنك غير موجود، ليس لأنك كطفل لست موجودا، ليس لأنك لا تستطيع أن تدرك ذلك، وإنما مفهومك وذاكرتك لا يمكن الوصول إليها بسهولة، ولكنها موجودة. عدم قدرتك إلى الوصول إلى هناك لا يعني عدم وجودك أو إيقاف ذاكرتك في تلك اللحظة أو عدم بدايتها. لقد ضيعت البشر كثير من الأشياء التي كانت غائبة عن عيونها.
ها قد جاء اليوم جزءا من الحقيقة. الجميع في منازلهم لا يعرفون ما الذي يحدث، في حالة رعب تام لكي تخرج آنسة مع أصدقائها تجعل الجميع في رعب في منازلهم. تحدث الكثيرون لكي يقولوا أن ما يحدث اليوم بسبب كذا بسبب كذا. هي ليست لعبة اجتماعية، ما يحدث هو عبارة عن رسالة للجميع. كم أنكم نائمون وكم أنكم تظنون بغروركم أنكم على صواب، ضيعتم ماهيتكم وتشبثتم بما هو معروف لديكم. ما تسميه بحقيقة بالنسبة إليك يشبه إمساك بصلة، البصلة تبدو صلبة وحقيقية بالنسبة إليك، وحتى إن حاولت أن تقترب منها لدمعت عيناك. فلديها من القدرات ما لديها، ولكن إناتها سكين الحقيقة لكي يتجاوزها ويقسمها قطعا قطع. لوجدت أن ما بالباطن بها وما في أعماقها هو فارغ، لا يوجد بذرة أو لوزة، وإنما الفراغ التام. نظرتك إلى ما تسميه بحقيقة هو أشبه بالنظرة إلى بصلة. ما تعتقده أنه بالنسبة لك ذكاء ما هو إلا قشور تلك البصلة. كثير ما نسمع بالديجافو، تخاطر، قانون الجذب. اللعبة تبدأ من عالم العقل. عقلك يحدد ماهيتك. هل هو أسد مفترس تهرب منه، أم هو مجرد قطة معك تربيها على يديك والأمر يعتمد عليك؟ الطاقة التي تسميها بطاقة هي تحت سيطرتك أنت، لا يمكنك خلقها وتدميرها، ولكن يمكنك أن تجعلها تحت طاعتك، حيث يتم إخراج الترددات الصائبة في المكان الصائب، وكأنك تفتح راديو، وهذا الراديو الذي تفتحه يجب أن تضعه على التردد الصحيح لكي تستمع إلى الموسيقى الصحيحة. إن وضعته في تردد خاطئ ستستمع إلى التشويش، ومن هناك يمكنك أن تعتبر التشويش حقيقة وتكذب على نفسك، أم تغير وتضعه على التردد الصائب حيث تستمع إلى لحن حقيقي. السر الخفي على الجميع، سأرمي لكم الآن المفتاح. لا يوجد ماضي ومستقبل، ما هو إلا ذاكرة من عقلك، ومستقبلك ما هو إلا تخيلات من عقلك متأملا أحلامك التي تودها. الرسالة الحقيقية الغائبة عن الجميع هي لحظة الآن. الوقت الذي تعتبره وقت ما هو إلا نسبي، والعلم الحديث يخبرك بذلك اليوم الذي تحدثت عنه الحضارات القديمة منذ مئات آلاف السنوات. يمكنك أن تربط نفسك بإن كنت صغيرا لا يتم الاستماع إليك، أم عجوزا لا يتم الاستماع إليك، أو عجزت في السن لا يمكنك أن تقوم برياضة، أو لا يمكنك أن تربط نفسك بالزمن وتعيش مستعبدا تحت إطار الزمن. هل تستخدم الزمن بالنسبة لك بطريقة صحيحة، أم تستخدمه لكي يدمر لك ذاتك؟ هل كبرت وكبرت في السن فتظن أنك لا تستطيع أن تحب مرة أخرى؟ أم تنظر إلى أن هنالك تردد ما في ذلك الراديو كان غائبا عن عينيك، وحان وقت تحريك اليد واللعب بالتردد في المكان الصحيح؟ الرسالة الموجودة الحقيقية هي الآن، ومن الآن تبدأ اللعبة. اللعبة باطنية، اللعبة عكسية. كل ما يحدث في عقلك والعقل أرشيف للدماغ للجسد يعطي انعكاسه بالخارج. كلمة العقل التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم إلى اللغة العربية هي ليست بالتعبير الصحيح، وإنما ترجمة اللغات تضيع المعنى. عقلك متصل بشكل حرفي بكل شيء على الأرض وبكل شيء في الكون. وصول الإنسان إلى الفضاء ما كانت إلا فكرة بداخل وعيه تنفست في العالم الفيزيائي الثلاثي الأبعاد. رؤية الإنسان إلى عامل الطيران ما هي إلا فكرة بداخل عقله تنفست في العالم الفيزيائي الثلاثي الأبعاد لكي تطير الطائرات
فوق هذه الغيوم الجميلة. كل هذه التكنولوجيا التي تراها اليوم من مباني وسيارات كانت دائما وابدا موجودة على الأرض، ليس لأنها غائبة ولكنك أنت لم تتمكن من ابتكار فكرك لخلقها لتخلق هذا العالم الموجود اليوم. ما هو موجود اليوم كان دائما وابدا منذ بداية الأرض، ولكن مشكلتك أنك لم تتمكن من صنعها في ذلك الوقت، وها اليوم تم صنع ذلك. التكنولوجيا لم تأتي من أي مكان من الكون من الخارج، وإنما بدأت من الأرض. لدينا جميع الأدوات ولكننا ضيعنا تلك الأدوات كثيرا ولم نتمكن من فهمها. تمكن من تمكن من العبور وضاع من ضاع في ظلام الروح. حتى السيارة التي تنظر إليها تظن أنها سيارة بعينيك الفيزيائية، إذا نظرت إليها بالتلسكوب المناسب أو بالنظرة المحضة لرأيت أنها عبارة عن طاقة تتحرك مثلما أنت عبارة عن طاقة. هل أنت عبارة عن جهاز رقمي ذو ترددات معينة؟ هل فقدنا من نحن وضاعت مفاهيمنا خلف الأجواء الاجتماعية وتخدر الفكر والإدراك؟ ما تحدث عنه في هذه القناة شيء لم يأتي أبدا في أي مكان أو في أي مكان تعرفه أو تستمع إليه. أحاول أن أسبب لك الارتباك، وهذا الارتباك يحرك فكرك لأول مرة حيث تتوقف عن السؤال وتبدأ بالتجربة. البشر توقفت عن التفكر منذ قرون وظلت تسأل وتحصل على إجابات قشور البصل. حان الوقت الآن لكي نضع أنفسنا في منتصف التجربة. الكون لا يعرف الضعفاء ولا يعرف الجبناء ولا يعرف المنطق، فلا يوجد ولا أي شيء منطقي، والخروج من عالم المنطق تحتاج إلى أن تمر بكثير من التجارب حيث تصل إلى التنوير. يتساءل الكثيرون ويتساءلون لماذا كل الحضارات القديمة تحدثت عن العين الثالثة إلى يومنا هذا، وهنالك من تحدث لكي يقول العين الثالثة تمكنك من رؤية الأشرار، تمكنك من رؤية كذا. ما أود أن أقوله للجميع الآن وما لا يعرفه الكثيرون، قم بأي تقنية تود أن تقوم بها لتفعيل العين الثالثة. لن تتمكن في البداية، تمكن أولا ومن ثم ضع الأحكام، لن تستطيع، وإنما تحتاج إلى يقظة قوية جدا حتى يصبح عمرك هو مجرد عامل نسبي. الذكاء لا يرتبط بعمرك بتاتا، وإنما تحرك الطاقة إلى مكان ما لا يستطيع أن يرى به أي كائن بشري اليوم إلا قلائل قلة. قم بجميع التقنيات التي تعرف. لن تستيقظ العين النائمة إلا بعد أن تستيقظ أنت. هي نائمة كما أنك نائم. أتمنى قبل أن يتم وضع تفاسير وتخويف، قم بالتجربة أولا ولن تتمكن. لهذا الحضارات القديمة تمكنت من فهم مثل هذه الأسرار والذي توصل الإنسان إلى عامل ذكاء قوي جدا. أنت الآن ما هو فاقد عن عينيك إلا مجرد جزء من التجربة الجماعية التي تمشي خلف بعضها. الخروج من الحشد يتطلب جزء من اليقظة والثقة التامة بالذات المفقودة التي لم يتمكن الكثيرون من فهمها. هذا الكون عبارة عن ذكاء، وإنما تظنه جمادا فقط بالنظرة البسيطة التي تنظر بها إلى الواقع مختلطة بمفاهيم كونت من أنت. أنت كجسد لديك معلومات أتيت بها كلها من الخارج، ليس لديك شيء بمن أنت، بما في ذلك اسمك. تم تسميتك بهذا الاسم من قبل والديك. من ماذا يجب أن تدرس؟ ماذا يجب كيف تفكر؟ كيف تفعل؟ مبرمج 100% مبرمج، ولهذا تسمي المنطق بالنسبة لك منطقا وإنما نراه نحن مبرمج. الخروج من خلف البرمجة تحتاج إلى اليقظة. هنالك من يقومون بالتمارين التأملية التي قمت بها، وهنالك من اشتركوا بالكورس الذي قمت به من الوعي اللانهائية واكتشفوا جيدا ماذا أقصد بكلمة الاهتزازات التي تحدث بالجسد في العامل الذري والذي يحرك العالم الباطني معه. الأسرار عميقة،
ما تسميه حقيقة، ما هو إلا ما تراه العينين وتسمعه الأذنين وتذوقه اللسان والحاستين الأخرى بما في ذلك اللمس. التواصل مع العقل الكوني، أي فكرة تحدث في بالك يمكنك أن تسأل عقلك عن أي سؤال، فتدور تلك الإجابة في العقل الكوني لكي تعود إليك. لن تنجح من أول مرة طبعا، that's for sure. لن تكون متيقظا أو مستنيرا من البداية، وإنما تجربة قد تأخذ منك فترة من الزمن، ستأخذ منك ربما فترة طويلة، يعتمد على نسبة إزالتك لما تسميه بالمنطق. كلما أزلت هويتك ومفاهيمك عن نفسك، كلما اقتربت أكثر من الحقيقة، حيث ترى إلى العالم بمنظور مختلف ويراك العالم مجنونا. ضوء من الحقيقة خير من حشد نائم. نحن اليوم نذهب مغمضين العينين، نتبع بعضنا البعض، أعمى يتبع أعمى. أي شيء تسأله إلى عقلك تتم الإجابة عنه في عقلك نفسه. ليس لأن عقلك يعرف كل الإجابات، وإنما في تواصل تام مع الذكاء الكوني والعقل الكوني. اسأل وستحصل على الإجابة، سواء في العالم الفيزيائي الثلاثي الأبعاد أو سواء في العالم الباطني، وهذا سر الأسرار المفقود. قد يتساءل الكثيرون النضال، ما سبب الأحلام التي تأتي إلينا؟ أهرب من كذا، ما هي إلا رسائل مشفرة لعلها توقظك من كابوس وخطأ ما في عقلك. كل ما يأتيك في الأحلام 90% منه هي رسالة لكي توقظك من شيء ما يحوم بعقلك، 10% منها يعتمد على كثير من الأشياء الأخرى التي ربما نتحدث عنها في حلقات أخرى. ولكن ما تسأل به نفسك تأتيك به الإجابة. يتبع الديجافو، يتبع كل شيء، بما في ذلك قانون الجذب، رغم أنني لا أحب نتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، لأن الجميع أصبح الآن جدا قهريين في هذا الموضوع، وكيف أحصل وكيف كذا. لا تتاجر مع الكون، فهي تجارة خاسرة، تجارة فاسدة، أنت الخاسر فيها. تتاجر مع الذكاء وأنت نائم، ذلك أشبه بالانتحار وفقدان الأمل. حتى عد إلى الجوهر ودع كل شيء يتنفس، حيث لا الحاجة لكي تصدق أو لا تصدق، فالنور قد انبثق، سباركلينج، شعاع تحرك بداخل كيانك. السر يبدأ من الداخل، السر يبدأ في التثقيب في أغوار الذات. من نحن؟